اسمي عبد الله محمد احمد. هذا الطفل اسمه فريد عبد الله محمد احمد البريهي. طبعا احدى الجرحى الذي سقطت عليهم قذيفه في ثالث رمضان بجوار الحي الجمهوري في اسفل الجمهوري. وهم كانوا طبعا مجموعه جوهر يلعبوا وفريد احد منهم. حاليا الان هو يعاني من فقدان عين ويعاني من رجله، ما زال يتعالج حتى الان من ثالث رمضان الى الان يتعالج تحت العلاج. وانما الان حصل تقصير في حق الجرحى انهم يعني ما اهتموش في بو فريد كونه طفل، يعني يساوونه بين مساواه الكبار. هذا الطفل يا لازم يعني ما عندهش المناعه لتحمل هذه الاصابات. الحين هو فقد عينه، يحتاج الان عين متحركه بالخارج وتجميل، بحيث انه نحتاج كمان بحيث انه ما يسحبش العين الثانيه، يعني عمليه عشان فصل العين الاولى من العين الثانيه عشان ما تسحبش، ما يكونش يعني قادر على البصر يكون. الان عملنا له عمليه تحليل اعصاب، ما زال الان يمشي شويه عشان الان بعلاجات الطبيعيه وقفوها بسبب انهم ما حصلوش الدعم. المطلوب الان انهم يساعدوا فريد اخي بايجاد علاجات المستلزمه اليهم ويعرضوه الى اللجنه الطبيه مجددا بحيث انهم يسرعوا في حاله.